نحن اليوم قوة مجندة على الأرض قادرة على البطش بأي عدو. التنظيم قاعد يتمدد بشكل كبير. When you're fighting us all together. لازم التحرك بشكل سريع وحاسم. We will to fight in you all together. أنت براكم أحفاد المختار. الآن ستعلمنا ديننا يا خادم. اليوم حربنا ليبيا. نعم. معركة كل ليبيا أصل بطل. قنبلة. المعركة لم تنتهي بعد، ما زال باستطاعتنا أن نردعهم. ندافع على شيء كبير اسمه ليبيا. الجميع يجب أن يحمل السلاح لمقاتلة الطغاة وجنودهم. هيا يا أبا عامر لنخرج لهم. أنت أكبر احتياطي للنفط في أفريقيا. استعدوا بالمفخخات. أنت الرابع في الغاز. أعطوا الله. والخامس في النفط الحجري. الله أكبر. الله أكبر. أنت عندك الخيرات هذه كلها وتبي العالم يسيبك في حالة. نحب نعيش ما نحبش نموت. أنا وإنتي هنعيش. هذه حرب يا وليدي، والحرب مغبقة بريحة الموت. هو أنت ماشي في بالك أن اللي يديروا فيه داعش هذا جهاده؟ ما فيش حد جبرهم يطلع من حشانهم ويحارب. أبطال. ليبيا اللي في قلوبهم مش ليبيا اللي في قلوب التانيين.